شاك فوا صافي 20 سنه اون اريير كنا نقولوا احنا لي كاتيجوري جون تاعنا مستوى بعيد على المستوى الافريقي، كنا نعيب على محمد الرمران في وقت سابق ربما عدم اهتمامه بالفئه الشبانيه وانتقدناه كثيرا. اليوم ما نقدرش نقولوا بلي لاكان يو 17 ولا يو 20 ولا الشال ماشي مهمه، الدورات الكبرى تبقى مهمه على اختلاف الفئات العمريه. ما ننساوش بلي اليوم تكون فيه طفره على مستوى الفوتبول الجيريا عندما يكون الفئات الشبانيه في احسن حال، يعني شفنا الشان، شفنا لي جي ميديتيرانيا، شفنا اون 2009 كي لحقنا الفينال مع لاكومبي هنا في الجزائر ولعبنا لا كوب دي موند، اون 79 اللي نتكلموا عليها تاع لي جونيور اللي كان فيها ناصر بويش وياحي ويعني نخبه من اللاعبين اللي صنعوا يعني افراح يعني الجزائريين في زاني 80. وبالتالي مسابقة كبيرة ومهمة على الأقل، أنا أقول على الأقل مثل هذه المسابقات حتى في اليوناف كنا ملاح، كنا كوبا راب يكون فيها انعكاسات إيجابية على الأقل، أقول كل نتائج إيجابية على كل المستويات يجب يكون عندها انعكاسات على النوادي وعلى المنظومة الكروية. صحيح أنه احنا ما شاهدناهاش كثير، وانما لو اليوم يتالقوا الشباب ديالنا لديسات، وانا دوك حنا نتبعهم كصحفيين وكراي عام كجماهير رياضيه نتبعوا النتائج تاع لي جون جوار تاعنا، لاننا اليوم مرغمين، نحن مرغمين ونحن نتحدث على لي سون دو فورماسيون بور لي كلوب، يعني نفرض على النوادي يديروا لي سون دو فورماسيون، نعيب على النوادي عدم الاستثمار في 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 مراكز التكوين ثم ندير ظهورنا للشبان. لا، اعتقد انه يجب ان نولي اهميه كبيره لهؤلاء الشبان حتى ندفع النوادي للاهتمام بالفئات الشبانيه أكثر. لاننا اليوم صحيح اننا لا فيتينين سي ليكيب بريمير، ولكن يا جماعه اللاعب الذي ياتي الى الجزائر خريج مدارس غير جزائريه، لو يتوقفوا المدارس الاوروبيه على منحنا منتوج معتبر او منتوج من مستوى عالي من اللاعبين، الفوتبول الجزائري راح يشهد حاله ركود لسنوات، وبالتالي نستثمر في لاعبينا في ابنائنا خريجين المدارس الاوروبيه، ولكن علينا اليوم دون ما ننساوش اننا يجب اعطاء دفع لكره القدم الجزائريه من خلال مراكز التكوين التي تكون منتشره عبر الترابلون.